إذا أردت أن تعرف ما في جوف الإنسان ففي ثلاث مواقف تستطيع أن تعرف هذا الإنسان. عند الغضب ينفضح الإنسان، لأنه في حال الغضب يبدأ يتلفظ بالألفاظ الموجودة في قلبه. في ناس إذا غضب قال الله يهديك، وفي ناس إذا غضب لم يبقى وسيلة شتم إلا وأخرجها فيه. هذا الخلق الذي في قلبه خرج. الثانية عند حظوظ النفس، ترقيات الأموال، البيع والشراء، هنا يظهر ما في الداخل. هل أنت إنسان نقي تقي؟ من هم أحسن الناس؟ من هم خيار الناس؟ من هم أفضل الناس؟ قال عليه الصلاة والسلام يصف لنا أفضل الناس، قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان عرفنا، فما مخموم القلب؟ قال التقي، النقي الذي ليس في قلبه غل ولا حقد ولا حسد. يا رب اجعلنا منك. إذن عند حظوظ النفس يظهر الذنب الذي في الداخل. والموقف الثالث الذي تظهر ما فيه ما في البواطن في مسائل الحسد. عندما يمدح أحد عندك ويثنى على أحد أو تنظر إلى نعمة أحد، انظر إلى ردة فعلك. ردة فعلك تخرج ما في قلبك. هل أنت تفرح لفرح الناس؟ أنت نقي بإذن الله تعالى. هل أنت تغضب لفرح الناس وتتضايق وتشمئز؟ حاول أن تصلح حالك، فالباطن عندك فيه مشكلة.